هذا وقد استعرضت سعادة السيدة هالة رمزي فايز عضو مجلس الشورى عضو وفد الشعبة البرلمانية تقرير الشعبة أمام الجمعية العامة الخامسة والأربعين بعد المئة للاتحاد البرلماني الدولي وبين التقرير مواكبة مجلسي الشورى والنواب للتقدم والتطور في مجال تقنية المعلومات والاتصالات والتحول الرقمي الذي بدأ في العام 2018 مع إلغاء استخدام الورق والاعتماد على الانظمه والاجراءات الالكترونيه مشيرا في هذا الصدد الى عدد من المبادرات ومنها اعتماد نظام التصويت عن بعد والحقيبه البرلمانيه الرقميه واعتماد برامج تقنيه تقنيه في عقد الاجتماعات عن بعد، كما اكد التقرير حرص مجلسي الشورى والنواب على سن التشريعات وتعديل القوانين النافذه بما يضمن حمايه الاطفال والشباب ويمنع استغلالهم والاساءه لهم. ومنها قانون الطفل وقانون العداله الاصلاحيه للاطفال وحمايتهم من سوء المعامله